رغم ما تسببت به من خسارات مادية كاسرة للبعض، فإن العملات الرقمية لا تزال تشق طريقها إلى التعاملات المادية يوماً تلو الآخر، بينما يدعم ذلك تقبل بعض المؤسسات لتلك العملات المشفرة كوسيلة لشراء منتجاتها. آخر هذه المؤسسات ليست موقع للشراء عبر الإنترنت، حيث يمكن أن يكون استخدام البيتكوين منطقياً، بل إنها دور عرض سينمائية أمريكية أعلنت البدء في قبول البيتكوين مقابل حجز تذاكر مشاهدة الأفلام في قاعاتها. إذ كشف الرئيس التنفيذي لشركة AMC آدم أرون عبر حسابه على موقع تويتر أنه بدأ السماح بالفعل باستخدام العملات الرقمية لشراء تذاكر السينما، وأضاف أنها تقبل عملات البيتكوين، إثيريوم، بيتكوين كاش، لايت كوين، كما ستتم أيضا إضافة عملة دوج كوين قريبا. يذكر في هذا السياق أيضا أن العملات الرقمية تمثل 14% من إجمالي معاملات شركة AMC عبر شبكة الإنترنت، علما أن الشركة تدرس أيضا إنشاء عملتها الخاصة الرقمية. طيب، دعونا نذهب وإياكم لاستعراض التعليقات الواردة حول هذا الموضوع. طبعا كان هناك تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا على هذا الموضوع. نبدأ من علاء الذي كتب في هذه التغريدة: العملات المشفرة لا تختلف في المبدأ عن بطاقات الائتمان، نقاط على بطاقة تحدد قيمة ما تملكه، ومثل ما كانت بطاقات البنوك هي المستقبل، ستكون العملات المشفرة هي الحاضر قريبا، وستنتهي الأوراق المطبوعة كما نعرفها. بينما تساءل وائل في هذه التغريدة: أنا مش فاهم، هي مش العملات دي تمنها آلاف الدولارات، إزاي تدفع تذكرة السينما بعملة قيمتها 60 ولا 70 ألف دولار؟ أخيرا تعليق من علي يقول فيه: هل تم تقنين العملات الرقمية بشكل رسمي؟ كيف في مؤسسات تقبل العملات الرقمية إن لم تكن قانونية؟ وين الضرائب والدولة؟ دعونا نتوسع في الحديث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا، ينضم إلينا الآن من دبي الأكاديمي والمستشار في إدارة الأعمال الرقمية دكتور أنس النجداوي. دكتور أنس، أهلا بك معنا. إذن هذا الموضوع أثار جدل كبير على السوشيال ميديا، والكثير من الأسئلة طرحت، دعنا نحاول الإجابة على البعض منها. بداية، نسمع دوما بأن العملات الرقمية يتم تداولها وثمنها الألاف والألاف من الدولارات، كيف يمكن أن ندفع بالعملات الرقمية ثمن تذكرة دخول دور سينما التي تبلغ لربما في أحسن الأحوال 20 دولار أو حتى أقل؟ مساء الخير. بلا شك العملات الرقمية مثلا حصرا البيتكوين التي الآن أصبحت ثمنها يساوي تقريبا 65 ألف دولار، عندما نتم استخدامها لدفع بطاقة سينما أكيد مش رح ندفع كوين كاملة، وإحنا رح ندفع تقريبا جزء أو فراكشن بسيط جدا، وبالتالي هذه الإمكانية بعملية الدفع تمكننا من دفع قيم بسيطة أو قيم عالية. فهذا هو التفسير الحالي. أسعار العملات الثانية ليس لا تصل إلى هذا الرقم العالي، يعني إيثيريوم أقل قيمتها من ناحية الدولار لو شهدنا سعر الصرف، وبالتالي الدفع بالجزء أو الفراكشن أو ما يسمى، هذا هو المفسر التفسير الوحيد لعملية هذه الدفع. أسئلة كثيرة طرحت طبعا دكتور أنس. أيضا من ضمن الأسئلة كما تابعنا قبل قليل، هناك من تساءل أنه هل هناك تقنين لهذه العملات المشفرة؟ كيف يتم الآن يعني الدفع اللي على سبيل المثال هنا نتحدث عن دور السينما بهذه العملات؟ ماذا عن الضرائب؟ هل هناك آلية؟ أين الجانب القانوني من كل هذا؟ ما زالت الأمور غير ناضجة، يعني سوق العملات الرقمية نحن الآن نشهد نمو وعملية ازدهار لهذا السوق، وهو فعلا يأخذ يعني أحيانا إقبال ومن ثم إحجام عن هذا السوق بسبب طبعا المشاكل الأمنية أو الهجمات الإلكترونية أو حالات الاحتيال. حاليا لا توجد غير دولة واحدة في العالم تسمح بشكل رسمي باعتماد العملات المشفرة كعملات رسمية. بقية الدول تأخذ نوع من عدم الممانعة، لكن تأخذ استراتيجية دعنا نرى ننتظر ماذا سوف يحصل. الأطر القانونية بلا شك غير كاملة وغير ناضجة، والدول تحارب
الاستخدام الخاطئ لهذه العملات المشفرة، لأنه هنالك إقبال كبير من المجرمين والأشخاص الذين يقومون بالعمليات الغير شرعية باستخدام هذه المنصات للدفع، لأن هوية الأشخاص غير معروفة وآلية الدفع بسيطة، يعني لا تحتاج إلى تعريف ولا تحتاج إلى بطاقات أو هويات. وبالتالي الدول تحارب العملات الرقمية من جانب، ولكنها أيضا لا تمنع تداولها من جانب آخر، وذلك لعدم نضوج السوق والبيئة التشريعية. فالعملية ما زالت بتغيرات مستمرة، ولكن بلا شك بالمستقبل القريب سوف يحصل هنالك نوع من التشريعات المتفق عليها والتي تؤطر آلية عمل أو استخدام مثل هذه العملات الرقمية في الدول. فقط الأطرق القانونية دكتور أنس، هناك من يرى بأن العملات الرقمية والمشفرة هي المستقبل، عذرا على المقاطعة، هناك من حتى وضع سيناريو بأنه شيئا فشيئا ستختفي ربما الأوراق النقدية. صحيح، هذا بلا شك. الآن سياسات التحول الرقمي تصيب كل القطاعات، ومن أهمها أيضا القطاعات المصرفية والبنكية. النقد بشكله الحالي سوف ينقرض، هذا شيء مفروغ منه. لكن ما هي التقنيات التي سوف تستبدل؟ البلوك تشين أو ما يسمى تقنية سلسلة الكتل هي البنية التحتية التي عليها سوف يتم استخدام وإنشاء العملات الرقمية مثل العملات المشفرة التي نستخدمها الآن. لكن لربما كل دولة سوف تصدر وتنشئ عملة رقمية خاصة بها تخضع لقوانينها وتشريعاتها، وأيضا هنالك نوع من الرقابة إلى حد ما، بحيث تصبح هذه العمليات مراقبة وآمنة وأيضا شرعية، من أجل أيضا ما تم سؤال عنه، كيف يتم احتساب الضرائب؟ حاليا لا يمكن احتساب ضرائب، ما يمكن أخذه هو فقط معاملات أو نسبة أرباح على التعاملات أو التحويلات عبر المنصات. شكرا لك على المشاركة معنا من دبي الأكاديمي والمستشار في إدارة الأعمال الرقمية الدكتور أنس النجداوي، شكرا لك مرة أخرى.